طيب مباراة السيدات اللي جاية هتبقى مع سبورتنج زي ما قلت لحضراتكم في النهائي، وهتبقى يوم الأحد والثلاث اللي جايين على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة. طيب يعني خلينا عشان نعرف المباراة وأجواءها، مباراة الأهلي وسبورتنج اللي خلصت منذ لحظات. معانا سلا حامد مراسلتنا من أرض الملعب عبر الهاتف. ازيك يا سلا؟ زي حضرتك طبعا يا كابتن هيثم، يعني برحب بيك وبرحب بكل طبعا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومن داخل صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وفوز النادي الاهلي على سبورتنج في مباراه الذهاب من دور الثمانيه لبطوله دوري المرتبط الرجال. يمكن في هذه اللحظات كمان معايا يا كابتن هيثم الدكتور هيثم عاطف استشاري علاج الطبيعي عشان طبعا يطمنا على حاله جميع لاعبي النادي الاهلي. طبعا يا دكتور هيثم برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه طبعا عايزك تطمن على حاله نجم الفريق طبعا ايهاب امين بعد الاصابه. طمنا، هل ان شاء الله هيقدر يلحق المباريات القادمه وبالاخص مباراه سبورتنج؟ وفي حاله التاهل هل هيلحق مباراه السيمي فاينل ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يعني ايهاب كان اصلا بيعاني من مزق في عضله السمانه، والحمد لله رب العالمين يعني تعافى من الاصابه بنسبه 90%. بس طبعا يعني هنفضل ان احنا الماتش اللي جاي ان شاء الله اللي هو سبورتنج العوده في اسكندريه ده برضو هنحافظ ان هو يكمل تاهيله، شويه اكسرسايز تقويات، شويه انديفيدوال تريننج، بحيث ان هو ان شاء الله ربنا يكرم نخلص الدور ده ويلحق الفرقه بقى ان شاء الله في الدور اللي بعد كده ان شاء الله. يعني دكتور هيثم كمان عايزك تطمني، هل في اي لعيبه تانية مصابه في صفوف الفريق ولا بس يعني ايهاب امين هو المصاب؟ والله كان عندنا برضو سبحان الله يعني في نفس التوقيت كان سيف برضو كان عنده زي مزق خفيف كده في منشأ العضلة الأمامية، وبرضو إن شاء الله يعني من أول الأسبوع اللي جاي هيجوين الفرقة ويكمل بقى التمرين، وإن شاء الله يستعد بقى للأدوار اللي جاية مع إيهاب ومع الفرقة كلها إن شاء الله. عايزك يا كابتن يا دكتور عفوا تطمني على حاله الفريق، يعني كل اللعيبه بخير وكلهم جاهزين ان شاء الله لمباراه الاياب مباراه سبورتنج في دور الثمانيه؟ ان شاء الله ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين الامور مستقره ان شاء الله، الاثنين يلحقونا من الاسبوع اللي جاي وان شاء الله الامور مستقره واللعيبه كلها كويسه وربنا يكرم ان شاء الله دعواتكم. ان شاء الله. شكرا دكتور، ميرسي. الله يخليك، شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم ما كان معانا دكتور هيثم عاطف استشاري العلاج الطبيعي بالفريق الاول لكره السله الرجالي، ويمكن طمنا يعني على حاله ايهاب امين وايضا يعني اصابه سيف سمير في صفوف الفريق، وانه ان شاء الله هيكونوا بنسبه كبيره طبعا متواجدين في مباراه الاياب امام سبورتنج يوم السبت المقبل ان شاء الله على صاله برج العرب في مدينه الاسكندريه. عوده ليك مره اخرى مره ثانيه للاستوديو كابتن، والكلمه ليك اكيد. سلا بشكرك شكرا جزيلا، يمكن كان لقاء مهم جدا مع دكتور هيثم عشان نعرف منه حالة إيهاب أمين، لأن احنا شايفين طبعا الكثير من جمهور النادي الأهلي بيتساءل، وزي ما حضراتكم تابعتوا هو لا يعاني من حاجة في العضلة الخلفية زي ما بيكتب يعني، ولكن هي ناتشة يعني في السمانة زي ما بنقول بلغة الرياضة، يعني بتبقى فيه زي مزق بسيط ملي في ملي كده أو حاجة تبقى ناتشة في السمانة، ممكن تلعب عليها على فكرة ولكن بتبقى فيها خطورة. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين الجهاز الفني فضل يريحه، ولكن اللي عايز اقوله انه إيهاب امين لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر وهو افضل لاعب في مصر دلوقتي بشهاده الجميع، ولكن مستر اجوست الحقيقه عامل توليفه كويسه جدا من اللاعبين، يمكن لازم اي فرقه تستوعب او تقدر يعني تستوعب غياب اي فرد، يعني مش دايما انت كنا يعني فترات من الفترات مع الفرقه لو لاعب او اتنين غابوا بيبقى الاداء مش كويس، ولكن مستر اجوستي عامل فرقه كامله الحقيقه، مهتم جدا بقطاع الناشئين، مهتم جدا باللعيبه اللي بتطلع بيديها فرصتها، باصص لسنه والتانيه والتالته، لان انت لو قعدت مع مستر اجوستي واتكلمت معاه وقلت له النادي الاهلي بعد 4 سنين هيكون شكله ايه هيقول لك، لان هو شايف الدنيا وعارف مين اللي طالع ومين مكان مين ومين اللي هيستلم من مين، فده كان مهم جدا. فالنهارده بنشوف غياب ايهاب امين، ولكن الفرقه الحمد لله بتكسب سبورتنج فريق محترم جدا، اي نعم معهمش محترف. وبالمناسبه النهارده انا كنت يعني قاعد مع بيبو طبعا رئيس جهاز الناشئين سامعين يعني اخبار ان سبورتنج هيجيب محترف في يناير، يمكن هيجيبه مع النهائيات او دوري سوبر محترف. اتصور الفرقه دي يعني مع جهاز فني يعني شاب بقياده وائل بدر مع لاعبين شباب مع محترف خبره، بالتالي الفرقه دي هيبقى ليها شان تاني. فالنهارده بنكسب سبورتنج مرتاح، لا الحمد لله ماشيين كويس. وبشكركم يا جماعه على لقاء سلا حامد، يعني كان مهم جدا ان احنا نجيبه، بشكر فريق الاعداد كله وكل طاقم يعني او فريق عمل البرنامج.